يقول السائل: هل يجوز اعتكاف ليالي الوتر من رمضان؟ الاعتكاف ليس له حد محدد، يعتكف مدة طويلة أو مدة قصيرة أو مدة متوسطة، ليس لمدة الاعتكاف حد محدد، يعتكف ليلة واحدة، ليالي، يوم، أيام، كله. وكل ما طال الاعتكاف فهو أفضل، كل ما طالت مدته فهو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها، هذا أفضل. نعم.